السلام عليكم يا اخوان. طبعا ما انتم عارفين في هذول زي باكجات في روكت ليج، تلعب 20 مباراة بعطوك 5 باكجات وبتفتحهم انت وحظك عاد. ما اليوم حتاكل اسطورة احسن واحد في روكت ليج، يعني ملك لك الف احسن واحد عنده، يعني ما شاء الله. كان تشيل اللك السيء لازم تفتح على اضرب، لازم هو لازم تشيل امه بسرعه. اعطوني وقت تنتهي الموت. اوكي اوكي يا رب تنتهي الموت وقتين يا رب يا رب. يلا شو يا رب يا رب يطلع لي شيء حلو. طب بدي شيخ اي شيء حلو اي شيء حلو. لا اله الا الله. شو هذا؟ في حركة حلوة بتسوي باك بعدين هيك بعدين باك بعدين هيك بعدين باك هيك راح تضمن اشي حلو حصري. بسم الله قليش الله احسن قليش اكيد شوفي والله قهر والله قهر. خلص انا صراحه صدعت كله رير كله رير. لا اله الا الله. استنى اسمع الدنيا هذه يطلع لك بير دروب يا رب كله رير كله عيون العيون حدك العيون الحدك فقط العيون حدك لا غير. الله لك العين. اوف شفت كيف؟ العيون المتابعين عشان العيون الأم العربية العيون المتابعين. طب صحيح ممكن ما العيون اللي حيشوف الفيديو خلاص، يعني إذا أنت شفت الفيديو هذا العيون هذا العيون أي واحد شاف الفيديو. لا حول يعني أنا شو يعني والله متابعين يعني أوكي شايف أوكي حط هذا المشاهدين أيوه ارمي اي شيء عادي فاري بير ليك. اوه اضرب المتابعين يا عم بديش هذا اضرب المتابعين اكيد. اوه اوي 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 من بين اعطوني وقتين اي شيء. طب شو الفرق عنه عن الاخضر؟ طيب اوه والله احلى والله حلو لونه حلو على فكره والله، يعني مش بطال فهمت، يعني مش شنع الف مش بشيء يعني مقبول. راح اسوي الجيف اواي على هذا البوست. كل عليك انك تشترك وتحط كومنت بس. وين البوست؟ خلنا نحطه. طيب حسوي الجيف اواي على الستاندرد البوست طلع الحين اللايم. عشان تدخل في الجيف اواي لايك اشتراك وبس اكتب كومنت. اكتب الكومنت حط حسابك الليبك واكتب الباسورد كمان بي سي. اعطيه الايميل والباسورد. اعطيه الايميل والباسورد يا حدا. خلنا نسولف اصبر خلنا نسولف. اكتب حسابك الليبك وكومنت ادعي لي دعوه، يعني اقول الله يفتحها عليك الله يرزقك الله يستر عليك اي شيء. الله يكفر عليك. الله يلعن. استغفر الله العظيم يا حدا. خلنا نحكي اصبر 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 عشان يعني نوضح اكثر للي مش فاهم. جيف اوي على البوست اللي الحين طلع لي باذن الله يعني خلال اسبوعين بالكثير، يعني على حسب، يعني لانه ما شاء الله اللي بيشوف الفيديو عندي يمكن 3-4. فان شاء الله يعني احط الابك تاعك ودعي لي دعوة حلوة وبس، وان شاء الله تكون فايز. شكرا يا اخوان على المشاهدة. كان معكم افضل لاعب روكت ليج رافع والملقلق حتى واحد معانا. يلا يا اخوان بيس. سلام سلام سلام.